حصيلة فيروس كورونا اليوم وهي كالتالي: ارتفاع العدد إلى 2910، أي بزيادة قدرت ب 99 حالة إصابة اليوم، فيما تم تسجيل 402 حالة وفاة، أي 10 حالة وفاة جديدة رحمهم الله، وهي موزعة كالتالي: 12 وفاة بسطيف، 10 بتيارت، 10 بأدرار، 9 بالبليدة، 7 بوهران وقسنطينة، فيما كان مجموع حالات الشفاء 1204، 52 متعافي اليوم، 4629 الخاضعين لبروتوكول العلاج. وشكرا.